بيكين كزمجيان، العضو السابق بمجلس إدارة اتحاد الكرة، وأحد الرجال البارزين في تنظيم مصر لأكبر حدثين رياضيين أقيما على أرضها في السنوات الأخيرة، وهما كأس الأمم الإفريقية 2006 وكأس العالم للشباب 2009. هو من أكثر الشخصيات التي تتحدث عن علم وفنون الإدارة التي افتقدتها العديد من الاتحادات الرياضية في الفترة الأخيرة، كما أنه واحد من أكثر الملمين بلوائح وقوانين الفيفا التنظيمية للبطولات، باعتباره واحدا من الأعضاء الدائمين بلجان كأس العالم بالفيفا. بيكين يحسم معنا العديد من القضايا المتعلقة باللوائح الدولية المنظمة لكرة القدم، خاصة بعد التضارب الكبير في الأخبار حول العقوبة المناسبة التي قد تقع على فريق المصري البورسعيدي وملعب بورسعيد بعد المجزرة الكروية التي باتت الأشهر على مستوى العالم. دكتور بيكين يوضح العديد من الأمور مع خالد توحيد في أول السطر. دكتور فيكن، بيصح عليه القاعدة الاقتصادية اللي بتقول العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق. الرجل خرج من المجال واتجه إلى تخصصه الأصلي وهو طبيب أسنان. العملة الرديئة تطرد هذه العملة الجيدة من السوق. خبرة مصرية على أعلى مستوى، بقاله 3 سنين ما طلعش في التلفزيون وما تكلمش مع حد، لعلاقة ما إنسانية تربطني بيني وبينه، وهي علاقة جميلة قوي، محورها الاحترام لكفاءة هذا الرجل، حاجة عالمية. عشان كده برضو من خلال استضافة الدكتور ليكي النهاردة بقول احنا بنختارش اي ضيف، اما بنبقى عايزين نجيب ضيف بنجيب ضيف عشان يقدم لنا حاجة، عشان نتكلم معاه في فكرة، نتكلم معاه في موضوع. وانا اكثر الناس سعادة النهاردة بوجود هذا الرجل ضيف، الدكتور ليكي نسيح. ازيك خالد، شكر جدا على المقدمة الجميلة. مش مقدمة، هذه إقرار لحقيقة، العملة الجيدة طردت العملة الجيدة من السوق. انسحبت ليه؟ هو طبعا أنا آخر حاجة آخر علاقة لي في كرة القدم كانت كأس العالم للشباب سنة 2009، لكن وقبلها كان 2006 كأس الأمم الأفريقية، الحمد لله البطولتين كانوا ناجحين جدا. وقبل كده طبعا كنت عضو في الاتحاد الافريقي لكرة القدم، لكن لظروف بعد عن جهة عملي اضطريت اسيبه. لكن اللي حصل اللي هي فرق المسافة من بين من السكن في مصر الجديدة واكتوبر اللي هي اكتوبر عرض البلد كله، اللي انا حضرتك زي ما كنت عارف انا كنت شغال فيه لمدة 15 سنة، لكن نعم. بعد كده دخلت اتحاد الكرة المصري في الاتحاد المعين بتاع الكابتن عصام عبد المنعم، قعدنا فيه سنة ونص. بعد كده كاس الامم الافريقية و2006 وكاس العالم للشباب 2009. هو السبب يمكن ان انا ما لقيتش الوسط اللي اقدر اشتغل فيه، يعني عشان امارس فيه الاداره في كره القدم. يعني حتى افكرك كده بحاجه صغيره، في الفتره اللي احنا كنا موجودين فيه كاتحاد كوره مع الكابتن عصام عبد المنعم، الكابتن عصام وقتها قال لي اعمل لي هيكله اداريه للاتحاد بتاعنا. لغايه دلوقتي بنسمع عن موضوع هيكله اداريه لاتحاد الكوره بتاعنا، وما حصلتش. وقتها طبعا قعدت سنه، قعدت تقريبا شهرين ثلاثه مع استاذ اشرف صبحي، عملنا هيكله اداريه، اخذنا امثله كثيره جدا من اتحادات ثانيه في العالم اشتغلوا ازاي بالكمبيوتر وكل حاجه. بعد ما حطينا كل الكلام ده على ورق وشفنا البرمجيات اللي احنا لازم نستعملها، كان الشرط الاول والاساسي ان يبقى فيه تغيير كامل في العناصر اللي بتشتغل في اتحاد الكوره. فطبعا وقتها اما عرضنا الامر ده للجهه الاداريه تم رفضه بتاتا، قالوا طبعا الكلام ده هنضطر نغير او نمشي كل الستاف اللي موجود في اتحاد الكوره. احنا الستاف بتاعنا اللي كنا بنتكلم عليه تقريبا كان 20 واحد كان هيقوموا بدور يمكن 300 واحد كانوا بيشتغلوا في اتحاد الكوره، لكن بس هو نقدر نقول عليه دور تنويري، دور للمستقبل. للمستقبل بالظبط، فضحينا ضحينا بالمستقبل عشان لان في مين يعيش بالظبط حاجه زي كده. فهي كل مشاكلنا دلوقتي ان احنا ما بنفكرش ايه على المدى الطويل، يعني ما بناخدش خطوه جريئه ان احنا نغير كل حاجه. صحيح ان احنا هيبقى صعب شويه في الاول، لكن الخطوه دي لازم ناخدها. وقتها طبعا لما عرضنا ده حصل فيه حرب شديد جدا على اتحاد الكوره وعلى الناس اللي هم كانوا مقدمين المنظومه دي، لان انت بتتكلم على تغيير
اساسي في نظام الكوره، وفي ناس ان هم بيستنفعوا من هذه الامور هتستبعدهم. فطبعا فبتلاقي تليفونات وكلام وتهديدات فبتلاقي العمليه صعبه جدا. يعني المشروع ده لازم يقف، ما تكملوش، ما يعني حاجات زي كده. فطبعا الوسط عشان تقدر تشتغل لازم الناس اللي معاك في نفس مجلس الاداره او في يبقى تقدر تتكلم معاهم براحتك، هم بيتكلموا معاك على نفس الليفل، على نفس المستوى. والحمد لله في كاس الامم الافريقيه 2006 كل الشباب اللي اشترك في البطوله دي، يعني المتطوعين، والبطوله كانت ناجحه جدا، كانوا كلهم على مستوى عالي جدا، مستعدين يخدموا البلد حتى من غير فلوس. يعني ما كانش في اي فكر انهم يستنفعوا من المنصب اللي هم فيه. اللي احنا بنشوفه اليومين دول كل واحد عايز يمسك منصب، عايز ياخد على اكبر قدر من الامكان، يعني ليه هو شخصيا من غير ما ايه يعني يقدم اللي هو مطلوب منه. يعني حتى ما فيش حته ليا وحته للبلد. يعني كل واحد بيفكر في نفسه، عايز ايه يقدر يخش ازاي في العمليه دي عشان يستنفع بحاجه معينه. زي ما في كاس الامم الافريقيه 2006 كان في لجنه منظمه كنا شغالين كويسين جدا. بعد ما اتحاد كابتن عصام عبد المنعم مشي، في اتحاد جديد جه، وحصل فيه صراعات كبيره جدا ان اللجنه المنظمه دي كلها، اللي كان فاضل حوالي 6 أشهر على البطوله، ان اللجنه دي كلها تتلغي وتيجي لجنه جديده باشخاص من داخل الاتحاد من عشان يمسكوا رؤساء لجان. فطبعا الكلام ده حتى بعد انتهاء البطوله لغايه دلوقتي، اما تيجي تفكر انك انت تشتغل لازم اللي شغالين معاك او في مجلس الاداره كلهم يبقوا على نفس ليفل معين من التفكير. يعني ما تقدرش تبقى لوحدك او اتنين تلاتة مش هتقدر تكمل. فده اللي حصل تقريبا معايا في الفترة دي، وحصل برضو بتحصل مع الناس اللي هم كان ممكن يساعدوا اتحاد الكورة او يخشوا في مناصب انها تفيد البلد. فطبعا بتفضل انك انت تأجل الموضوع ده شوية. ما تضايقتش انك انت بتنسحب المجال اللي انت بتحبه وبتفهم فيه؟ لا ما تضايقتش كتير كمان. ما اتضايقتش طبعا، لكن طبعا بيحزنني طبعا. انا كان ممكن يعني اشتغل في الوضع ده، بس طبعا يعني كان عندي شغل تاني وفكرت على طول في مهنتي الاصليه اللي هي طب اسنان، وحولت وبعدت تاني تماما عن الكوره. كورتنا بتتحط في التصنيف ايه اداريا وهيكليا وبالقياس للتقدم اللي حاصل في الغرب؟ احنا فئه كام؟ لا احنا من الدول الناميه حضرتك، يعني احنا من هو العالم الثالث، العالم الثالث والرابع. يعني ممكن نكون احنا اتاخرنا كمان، عملنا عالم خاص لينا، لان حتى الثالث اللي نسمع عنه في افريقيا عاملين تجارب حقيقيه احتراف. احنا بقينا عاملين تصنيف لوحدنا، تصنيف ثالث رابع، لان احنا ما نقدرش نعتبر نفسنا ان احنا من الدول المتقدمه اداريا في كره القدم. يعني سيبك من فنيا برضو احنا بعيدين دلوقتي، لكن اداريا لا، وحتى في وقتها برضو معلش انا دي الجمله دي على مسؤوليتي، لا يقاس دايما تقدم كره القدم في بلد من البلاد سواء على المستوى الفني او على المستوى الاداري بالبطولات. والا انجلترا يروحوا يقفلوا ويروحوا، اللي قدموا الكوره للعالم من 150 سنه لم يحصلوا على بطوله الا بطوله وحيده، كاس العالم 66، وحتى التاريخ مشكك فيها باعتبار انه في هدف من الاهداف مشكوك في صحته. انما انجلترا تملك اقوى نظام كره قدم في العالم على كل المستويات، ومحدش يقدر يقول انهم متاخرين. يعني اذا الاوحى لينا وحط في مخيلتنا ان الحصول على البطولات هو التقدم، يعني ما تصدقوهوش. لا ابدا، زي ما حضرتك قلت يعني الاداره مهمه جدا، انك انت بتتكلم على سلعه كره القدم، غير ان طبعا الناس بتستمتع انها تشوف، لكن عليها طلبات كتيره جدا من ممولين، فيها فلوس كتيره بتمشي، فيها اعلانات، فيها تلفزيون، فيها اهتمام شديد جدا. فهي مش بس مستوى كره قدم او دوري بتلعبه، المهم انك انت تبقى ملم بالمنظومه دي وتقدم السلعه دي اللي هي كره قدم، نفكر فيها كسلعه نقدمها بحيث ان الكل يستفاد منها، اتحاد كوره، الجمهور، اللعيبه. فده مهم جدا، عشان كده اداريا زي ما انت بتقول كره القدم مهمه جدا. فده مهم وده مش موجود عندنا للاسف خالص. يعني احنا اي مثل بتشوف الطريقه اللي احنا بندير بيها اي قرار، طبعا بتلاقي القرارات دي كلها الاداره بتاعتها، يعني لان اتخاذ القرار برضو يعني ما بتمشيش بالطريقه المظبوطه. يعني مثلا نجيب المثل مثلا بتاع احداث بورسعيد، يعني طبعا ده مهم ان يعني كل حاجه تبقى مكتوبه. يعني برضو انا اشتغلت مع الاتحاد الدولي، برضو كل حاجه عندك مكتوبه، يعني مفيش اي حاجه بتسيبها للاجتهادات شخصيه. يعني اي منصب، اي وظيفه بليها جوب ديسكريبشن. برضو الاتحاد الكوره كل شيء مكتوب، لو حصل كذا
هتعمل كذا، لو حصل كذا هتعمل كذا، ما ده مش موجود عندنا. كل واحد بيطلع يتكلم، مثلا المفروض يبقى في واحد بس يتكلم يعبر عن وجهة النظر، انما كل واحد يطلع يقول وجهة نظر مختلفة ده غلط برضه. طيب حتى بالنسبه للاحداث بيبقى عندي تصور لكل حدث، ايه المعالجه بتاعته وايه اللي بالظبط، اه الطريقه بتاعتها ازاي، الطريقه بتاعتها ازاي، بحيث ان حتى الاعلامي برضه يبقى نفسه عارف ان لو حصل كده ده الخط اللي هيمشي فيه هذا الاجراءات بتاعتها. يعني ما تبقاش اللي هيحصل تقعد تتكلم مع مسؤول ولا يقول لك احنا هنشوف هنجتمع، لكن انت لازم تبقى عارف انك انت عندك لوائح مكتوبه، لو حصل كذا هيحصل كذا، كل حاجه ليها التصور بتاعها. لو احنا على ما اعتقد لو احنا من حالتها الصعبه دي اعتقد ان هي لوائح مضحكه، يعني احنا بالقياس على اللي موجود في طبعا كل شيء طبعا مضحك جدا، يعني اذا كانت موجوده اصلا. يعني احنا عندنا لوائح، بس طبعا اللوائح دي ما بتلمش بكل المواضيع، يعني عندنا لوائح حسيه عقوبات، مثلا حصلت اللعيب عمل كذا بياخد عقوبه كذا، لكن غير العقوبات في لوائح اخرى، يعني مش بس عقوبات وكل حاجه، اجراءات او سير تنفيذ لاي اجراء بياخده اتحاد الكوره او بياخده اللجان المختلفه، لان كل لجنه فيها بيبقى ليها تخصص. فالحاجات دي لو تبقى معروفه من الاول يبقى انت عارف تشتغل على ارضيه ايه، ولو حصل ايه هيحصل ايه، فده مهم جدا. والحاجات دي كلها كانت مكتوبه وقت ما عملنا الهيكله الاداريه، لكن اللي لازم ينفذه طبعا يبقى برضه لازم يبقى ملم ولازم يبقى ملتزم باللوائح دي، ويبقى برضه كفء على درجه عاليه من الثقافه، ويبقى من اللغات، ويبقى عارف ملم بالبرمجيات وعارف حدود مسؤوليته. هتكلم على رفاهيه يا دكتور، لغات وبرمجيات وكمبيوتر، دي رفاهيه. هسالك من خلال معرفتك العميقه باللوائح وبالنظم اللي موجوده في اتحادين من اكبر واهم الاتحادات على مستوى العالم، الى جانب الاتحاد الاوروبي طبعا اللي هو اقصد بيهم الفيفا والاتحاد الافريقي، ايه الاسباب اللي ادت لحادثه بورسعيد؟ ايه اللي خلاها تحصل؟ مش على مستوى الحدث الصغير، ايه الاسباب اللي ادت ليها؟ تقدر تقول التسيب الجهه المنظمه، ده اهم حاجه طبعا، التسيب الجهه المنظمه في الحاله دي المصري، يعني اي النادي المصري، يعني احنا بنتكلم المباراة دي بتقام فين؟ تقام في بورسعيد، ودي مسؤولية النادي المصري. سواء النادي المصري تنظيم المباراة والأمن بتاعها بيوكله لأمن بورسعيد، ده شيء آخر. إنما بالنسبة للاتحاد الدولي، بالنسبة للوائح، الجهة المسؤولة هي الجهة اللي هي بتنظم هذه المباراة المصري، ده أهم شيء. فعشان كده أما تيجي تتكلم إيه العقوبة اللي أنت لازم تديها، في شق رياضي وفي شق جنائي، فأول عقوبة لازم ياخدها اللي هي الجهة اللي هي بتنظم هذه المباراة، يعني طيب النادي المصري. نقدر نقول هل في فرق بين إحنا يعني نخش في فكرة العقوبة، هل نقدر نقول إن هيبقى في فرق عندما يعالج الاتحاد الدولي هذه الواقعة بعقوبة وعندما يعالجها الاتحاد الأفريقي؟ يعني خلينا نبدأ بالاتحاد الأفريقي، لو كانت هذه المباراة تقام تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، ما هي العقوبة اللي يتخذها؟ عقوبة للنادي، مثلا احنا بنتكلم مثلا بطولة اندية افريقيا، اول عقوبة بياخدها النادي المسؤول عن هذه المباراة. لو احنا بنتكلم على اعمل مقاطعة سريعة، اتفضل. البعض في هذه الجزئية بيقول لك النادي لا يتحمل مسؤولية افعال جماهيره، لا ده بيروج حاليا، لا 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 لا، حسب لوائح الاتحاد الدولي ولوائح اتحاد الكرة المصري مين اللي بيستضيف المباراة؟ النادي هو المسؤول، يعني في هذه المباراة النادي المصري. برضه زي ما انت سألت دلوقتي مين المسؤول في الاتحاد الدولي مثلا لما في مباراة زي كده، لو اتحاد الكورة هو مسؤول عن مباراة بتشمل المنتخب المصري يبقى الاتحاد الكرة المصري هو المسؤول، لو مباراة المسؤول المباراة لنادي يبقى النادي هو المسؤول. فالعقوبة الأولى بتيجي على النادي، بعد كده بتيجي على الاتحاد المنظم. برضه نفس الكلام بالنسبه للاتحاد الدولي، ده كاف وفيفا، وكاف وفيفا الاثنين، يعني اذا بيبداوا بالنادي ثم الاتحاد درجه اعلى للاتحاد. آه. طيب هذه الواقعه اللي حصل في بورسعيد، الكاف ياخد العقوبه بعد قد ايه؟ ما فيش، المفروض على طول خلال 48 ساعه. اوه ده اللي انا قلته قبل ما حضرتك تخش. لا ما فيش حاجه تستنى. ايه الحكمه من وراء اتخاذ القرار بسرعه؟ انك انت يعني انت لان المسؤوليات واضحه جدا، يعني انت بتتكلم على لوائح، ولوائح الاتحاد المصري كلام مكتوب ان النادي اللي بينظم المباراه هو النادي المسؤول، وده الشق الرياضي. عشان كده في اللوائح مكتوب ان اي خلال بنظام المباراه دي مسؤوليه النادي. اما بقى القتله والحاجات دي بعد كده شق جنائي بيحصل فيه تحقيقات والنيابه هي اللي بتحكم فيها. فعشان كده القرار السريع اللي هو اللي في ايدك لازم تطلعه على طول انه مكتوب عندك، فانت ما تستناش بقى ده هيقول ايه وده هيقول، ده القرار ده مكتوب قدامك ان النادي ده هو المسؤول، فالقرار لازم يطلع على طول. انما تستنى تكييف هذه الواقعه في الاتحاد الافريقي عقوبتها ايه؟ هو بيبقى ايقاف النادي. ايقاف النادي. المدد
ما بيتراوح من بين سنه لاثنين على حسب جسامه الحدث. وهذا الحدث الجسيم في لوائح الاتحاد الافريقي يوصل لقد ايه؟ لا ممكن يبقى سنتين ثلاثه، لان حرمان من مشروع حضرتك الاتحاد الافريقي. هل الملعب بيتاخد عليه عقوبه؟ الملعب بيتاخد عليه عقوبه كمان. كمان اه طبعا، غير عقوبه النادي. لان يعني عقوبه النادي يعني معناه ايه؟ معناه ان الجهه المسؤوله سواء نادي او امن ما عرفش يأدي مهمته، عشان كده بيعاقب الملعب كمان. غير ان بيعاقب النادي بيعاقب الملعب كمان، لان الامن اللي هو المفروض يبقى من النادي نفسه ما عرفش يوفي بمهامه مظبوط، فعشان كده بيتوقف النادي بلس كمان الملعب كمان. العدد ده لو حصل في بطوله بطولات افريقيا كان هز الدنيا في الاتحاد. ما طبعا حضرتك، انا ادي لك مثل، انا كنت حاضر في السوبر كاب في اكرا في 2001، مباراه السوبر كاب ما بين هارتس اوف اوك والترجي على ما اظن، وكان في حوالي 125 واحد ماتوا في هذه المباراه. يعني الحدث ده حصل في 5 دقايق، احنا كنا حاضرين في الملعب. تدافع الجمهور. وعشان كده برضو انا عايز اتكلم برضو على القتل اللي حصلت هنا برضو، لان في 5 دقايق انا لقيت قدامي 125 جثه في المدرج، يعني من التدافع اللي حصل. يعني احنا ما نقدرش نقول ان يعني حصل قتل عمد يعني في المباراه. قد يكون في بعض حالات. انما انت يعني انا سبحان الله انا ما كلمتكش الا عشان نتفق على هذا اللقاء. انما انا بعد الحادثه بساعه ولا حاجه، لانه انا قاري وعارف عبر التاريخ انه اول متهم هو التدافع. في حوادث السادات انه يوم ما يبقاش فيها ضحايا بيبقى 14 18 اللي ما حصلش حاجه. صديق بيحكي لي من يومين، فكان موجود في الحادثه اللي حصل فيها بجسر الجمرات في الحج. قال لك دقيقه واحده، دقيقه واحده النور قطع، التكييف وقف، الدنيا ظلمت. 4000 بالظبط اللي جاي كده دخل في كده. 4000 تدافع، 4000 في دقيقه. في دقيقه صح. خلينا برضو ما نستبقش الاحداث، لانه ده ممكن يكون ولو انه الطب الشرعي بعت تقرير النيابه بالفعل بهذا المعنى، انه عدد من اللي تم الكشف عليهم كان واضح عليهم ان هم ضحايا تدافع. فنرجع لأكرا. فاللي حصل ان كنا حاضرين في المباراه، لقينا طبعا حصل شغب بسيط من الجمهور، طبعا حصل رد فعل جامد جدا من البوليس، قام رامي غازات مسيله الدموع كميات مهوله جدا. لقينا في حوالي 5 دقايق الجمهور بيتدافع، وبعد ما المدرج فدي لقينا جثث مليانه على الارض. واحنا وانا كنت موجود يعني شوك طبعا ما حصلش بالنسبه لي. بعينك؟ يعني شفت ده بعينيك؟ شفت ده بعيني في 5 دقايق حضرتك، يعني الجمهور كله بيتدافع عشان يخرج يهرب من الغازات مسيله الدموع. بعد 5 دقايق الدخان نزل، لقينا 125 جثه على ارض منى. فده بيحصل في 5 دقايق زي ما حضرتك بتقول، بسبب التدافع. ايه الاجراء بقى اللي اتاخد بعد كده؟ تم ايقاف النادي طبعا في شق رياضي زي ما بنقول حضرتك دلوقتي، الشق الرياضي على طول، يعني مفيش يومين 48 ساعة والنادي ده توقف والملعب ده توقف. واللي حصل بعد كده ان حصل في الاتحاد الدولي، طبعا الاتحاد الدولي ما بيسكتش الحاجات اللي هي فيها موتى ضحايا وحاجات زي كده، فطلب بتحقيق. والتحقيق ده حصل ان هو طبعا ابان البوليس في اكرا للمواضيع اللي حصلت دي، واعتقد هناك حصل تغيير شامل في الشرطه اللي هي بس طبعا الوضع كان مختلف، لان ما كانش في جهتين، كان كلهم جماهير هارتس اوف اوك. ما كانش في جمهور للفريق، ما كانش في جمهور للفريق، فكان يعني المعالجه كانت داخليه عن طريق تغيير قيادات الامن. وطبعا ده الشق اللي هو الغير رياضي اللي هو الجنائي، انما رياضيا على طول في خلال 48 ساعه بيطلع القرار عشان النادي. ايه كانت سنتين؟ انا على حسب ما انا فاكر سنتين. سنتين على حسب ما انا فاكر. ايقاف للملعب وايقاف للنادي. مع ان اللعيبه او النادي طبعا ملوش مسؤولين، يعني ده كان تصرف اهوج من الشرطه. حصل يعني رد فعل زياده، ده بخلاف اللي حصل هنا، ان ما حصلش في اي رد فعل من الامن، ان رد فعل كان زياده عن كان اوفر. فاللي حصل ان ده التدافع ده، فدي القرارات المرات القليله بيطلق فيها غاز مسيل للدموع على الجمهور. طبعا ده كان غباء شديد جدا. يمكن المره الاولى واعتقد الاخيره، انا ما اعرفش اي حالات ثانيه حصلت فيها كده. فطبعا يعني حضرتك سالتني على مثل ايه اللي بيحصل، لازم القرار ياض يطلع فوري عشان على الاقل عشان حتى يبقى فيه تطبيق سريع للوائح، لانه اكتر من كده هتبتدي تلاقي ناس بتفاصل معاك.
بالظبط. ولا اصل اللي حصل اصل هو كان هو داخل كان مغمض عينه الشمال، قصص كده يعني. عشان كده نعتقد دايما ان هناك حكمه في اتخاذ القرار ما بين 24 او 48 ساعه او 72 ساعه. اكيد اكيد، لانك انت لان ده اصل مش موضوع يعني عويص انك انت تحتاج تفكر فيه، في لوائح مكتوبه قدامك والنادي اخطا في تصرفه، اخطا في تنظيمه لهذه المباراه، فده لازم ياخد جزائه. هل 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 بتتدرج العقوبات على حسب لائحه كل اتحاد؟ يعني مثلا في الاتحاد الاوروبي لما حصل كارثه ساد هيسل في بلجيكا كان في 5 سنين وكان في اكيد يعني اكيد اكيد كل دوله ليها لائحه او كل اتحاد قاري ليه لوائح، وكل لوائح دي بتبقى تحت مظله الاتحاد الدولي. عشان كده لما تيجي تعمل القانون الاساسي بتاعك لازم القانون الاساسي بتاعك ده تعرضه على الاتحاد الدولي عشان يشوف ان هو متوافق مع اللوائح بتاعته ام لا. يعني ما تقدرش تطلع قرار تقول مثلا الاستاد ده يتوقف او النادي ده يتوقف 10 سنين لان ده مش موجود في لوائح الاتحاد الدولي، فلازم يبقى في توافق ما بين اللوائح الموجوده عندك ولوائح الاتحاد الدولي. في مثل هذه الحاله بافتراض انه مر شهر دلوقتي لم يتخذ اي عقوبه ايا كانت، هل يمكن ان يتدخل الاتحاد الدولي؟ في احد ال 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 يعني من اهل بورسعيد كنا عاملين تقرير دلوقتي، هو نهى التقرير بيتكلم عن انه الاتحاد المصري يؤجل في اتخاذ القرار لانه بعد مهله معينه سيتدخل الاتحاد الدولي بالقرار فيعفي الناس في اتحاد الجبلية عن ان هم يتحملوا مصير هذا القرار. هو المشكله ان ما عندكش ناس في اتحاد الجبلية، ما ده الوضع دلوقتي، انت ما عندكش اتحاد كوره عشان ياخد قرار بالنسبه للنادي المصري. يعني انت دلوقتي تم اقاله مجلس اداره اتحاد الكوره، فطبعا يعني اللي هياخد قرار هي الجهه الاداريه، هي الجهه الاداريه اللي هتاخد قرار باستبعاد النادي المصري او العقوبه عليه. فطبعا اتحاد الكره المصري مش موجود، مفيش، ما عندكش مجلس اداره، وده برضو تاخير لازم على طول على طول يتعمل جامعه عموميه غير عاديه ويتم اختيار مجلس اداره لاداره شؤون الكره في البلاد. فطبعا كل ما عندكش اتحاد كوره احتمال الاتحاد الدولي يتدخل يقول عملتوا ايه في النادي اللي اخطا وعمل واللي حصل فيه هذه الاشياء. فطبعا احتمال كبير لانك انت هل بتتدخل من تلقاء نفسك؟ لا ما يتدخل، لا ابدا، لا 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 الاتحاد الدولي لا يدخلش كل يدي عن حدث حتى وان كان يعلم به، لا لا الا اذا ابلغ او الا اذا حس ان مفيش حاجه اتعملت فيه في الوقت ده يقدر يعني انه يزق الموضوع يقول عملتوا ايه في الموضوع ده عشان ايه الموضوع ده مهم وعمل بلبله جامده، ممكن يقول لكن ما قدرش يتدخل سواء في التحقيقات او في العقوبات لان ده شان داخلي. لكن المشكله عندنا مع قاعده زي ما قلت لحضرتك ان ما عندناش اتحاد كوره. طيب هنتكلم برضو في هذه الجزئيه، ما فيش حاجه اسمها برضو عشان اصحح الجمله دي لانها قد تروج عند البعض بانه الناس بتاخر القرار في اتحاد الكوره عشان بعد مهله معينه الاتحاد الدولي يتدخل من تلقاء نفسه. الاتحاد الدولي يمكن ان يجعله احد في مصر طرفا انه يبعت له شكوى؟ ومن الذي يستطيع ان يخاطب الاتحاد الدولي بعيدا عن الاتحاد المصري؟ لا محدش. 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 يعني لو افترضنا النهارده انه هناك ايا كان سين من الناس يتصور انه من اصحاب المصلحه لا. وعايز يبعت شكوى للاتحاد الدولي. لا ما تقدرش تبعت شكوى للاتحاد الدولي غير خلال لانه لكن الاتحاد ده لازم يكون جه عن طريق جماعه عموميه منتخبه مش تعيين كمان. عشان يعني النادي الاهلي ما يقدرش يخاطب الفيفا؟ لا ما يقدرش يخاطب الفيفا. يقدر يبعت والفيفا والدين يقدر يرد عليه انها مش رسميه، ما يقدرش ياخد اجراء معين بناء على شكوى من النادي الاهلي. هيقول لك وجه شكوتك الاول لاتحاد الكوره، بعدين لو ما خدتش حقك وقتها اتحاد الكوره تقدر تخاطبني، نقدر نعرض المحكمه الامر ده على 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 اللجان المختصه، لكن الخطوه الاولى لازم اتحاد الكوره. وبافتراض انه وصل ورق للفيفا هل يمكن ان يتخذ قرار من الخارج؟ لا 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 ابدا. مش هينفع. لا ما ينفعش. ياخد اتحاد دولي ياخد عقوبه ضد النادي المصري ما يقدرش. ما يقدرش. لا. طب ايه اللي يقدر يعمله؟ يقدر يخاطب الاتحاد الافريقي. نعم. الاتحاد الافريقي يقدر في خلال يعني هو في تسلسل زي ما قلت لحضرتك النادي ثم الاتحاد يعني المصري. يعني في احترام للتدرج لان الحاجات دي كلها مكتوبه رتب، ما تقدرش انت من يعني يبقى العمليه اي نادي عنده اي شكوى يقوم موجه يبقى موجه الاتحاد الدولي شكوته. لا انت لو احنا كمان مبدعين في القصه دي ممكن تكتشف ان في لعيب بيخاطب الفيفا يعني ممكن يوصل لدرجات بالظبط هيصه واحنا مبدعين قوي فممكن تلاقي لعيب بعت ورق للفيفا عايز يخاطبه منه مباشره. ما احنا بنبدع دايما. لا لا الخطوات لازم تتبعها عشان الاتحاد الدولي يقدر يدي لك حقك. وبعدين في حاجه اسمها محكمه رياضيه، لو الاتحاد الدولي برضه ما ادالكش حقك بتقدم شكوتك للمحكمه الرياضيه الدوليه في لوزان. يعني انت ليك برضه
زي عندك استئناف، يعني هي نفس الطريقه لكن بتدرج مختلف. عايز اقول لحضرتك انه بافتراض ان اتخذ قرار مثلا في حق النادي المصري، هل يستطيع ان يطعن عليه او انه يتظلم منه للفيفا؟ لا، يتظلم الاول الاتحاد المصري. تمام. المصري يتظلم الاتحاد المصري. لو ما خدش الاتحاد، لو ما خدش حقه من الاتحاد المصري يتظلم الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي لو في هذا الموقف ياخد عقوبه شكلها عامل ازاي؟ لو في حاجه لا يعني شوف حضرتك اللي هيدي العقوبه الاول بافتراض لو هي في حدث او مباراه تحت مظلته. تحت مظلته يبقى على طول اول حاجه لازم ايقاف النادي، اول حاجه ما فيهاش هزار. يعني انت دلوقتي انت مسؤول عن تنظيم المباراه وفي موت حصل، فلازم الاول حاجه تعاقب النادي عشان يبقى مثل لاي حد ما بيراعيش. هي دي يا دكتور معلش عشان اوضحها للناس، عامله زي المسؤوليه السياسيه بتاعت الوزير او رئيس الجمهوريه، انه ممكن تحصل حاجه بس هو مسؤول سياسيا. بالظبط. هل هم بيعتبروا النادي اللي هو يجي يقول لك النهارده انا مش مسؤول عن جماهيري، بس هل دي توازي المسؤوليه السياسيه اللي عند الناس اللي احنا بنستهدف احنا بنستهدف موضوع تنظيم المباراه دي؟ احنا يعني وانا في الاتحاد الدولي في سواء في كاس العالم محاضرات طويله عن 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 تنظيم اي مباراه، يعني كل حاجه بيبقى ليها سيستم، وعن دخول اللعيبه كل حاجه مكتوبه، يخشوا زي حتى مرسومه يعني على ورق، والجمهور يبقى موجود ازاي، لان دي حاجه خطيره جدا. اي خلل بيحصل، لان بيحصل فيه ماس هيستيريا، يعني الجماهير يعني صعب جدا التحكم في الجماهير، فكل حاجه لازم تبقى ماشيه على حسب خطه معينه. فتنظيم المباراه مهم جدا، الاخلال بتنظيم المباراه، عشان كده المسؤوليه تنظيم المباراه مسؤوليه مهمه جدا. احنا في مصر العمليه دي ماشيه يعني كده، يعني بتقول مثلا فريقين هيجوا ينزلوا يلعبوا الملعب، وده الحكم وده المراقب وخلاص العب الماتش. يلا صفر الحكم ونبدا. يعني حاجه كده، لا في حاجه اسمها الكاونت داون، الامن هيبقى منتشر بره ازاي، في دخول عدد الابواب ازاي، وكل حاجه بقى ليها حاجات ليها يعني ليها طرق معينه للتصرف فيها، سواء الامن، الابواب، التفتيش، الحاجات دي هي منظومه كبيره جدا. اي مباراه صغيره مهمه جدا بالنسبه للاتحاد الدولي. باللي انت شفته في الفتره اللي قضيتها في اتحاد الكوره، تأكيد هذه القضيه عقوبتها ايه عندنا؟ عقوبة لو احنا لو الاتحاد المصري بياخد القرار عقوبتها ايه؟ عقوبة على المصري يعني؟ طبعا عجم مصري. لا اقصد نص النص اللي يكافئ الحدث عقوبته ايه؟ تقريبا سنتين لثلاثة ايقاف للنادي. ايقاف للنادي؟ مفيش هبوط. وممكن سنتين او حسب معلمه نزل. بالظبط. ما انت ما بتشتركش في الدوري او ايقاف للنادي، مع انك انت مش هتلعب في الدوري الدرجه الاولى، هتنزل درجه ثانيه على حسب اللائحه الاولمبيه. على حسب السنين اللي انت بتوقف فيهم وعلى حسب اللائحه. ده غير الملعب. ده غير الملعب. الملعب غير الملعب. وده ما يزعلش حد، يعني انت دلوقتي لما الملعب اخطا الجمهور يعني النادي المصري اخطا، فطبعا اول حاجه لازم تعاقب الملعب وتعاقب النادي اللي اخطا في تنظيم هذه المباراه، سواء وكل التنظيم هذه المباراه للامن ام لا، لكن هو ده الامن، يعني الفريق ده هو المسؤول عن هذه المباراه. لو افترضنا انه الاهلي تقدم بشكوى الى الناس اللي موجوده في الجبليه، ايا كان سواء كانت لجنه او اتحاد منتخب، لاتخاذ عقوبه، ولم يتخذ الناس الموجودين برضو ايا كانوا عقوبه، هل في هذه اللحظه يمكن ان يطلب الاهلي تصعيد قضيته الى الفيفا؟ ما ممكن او مش لاقي. ما بص في حاجه، في وضع تاني مصعك، عشان كده بقول لك الوضع معقد دلوقتي. انت ما عندكش اتحاد وما عندكش دوري، وكمان يعني نشاط الرياضي الكروي تقريبا واقف، يعني ما عندكش اي حاجه. فطبعا النادي مش 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 قادر ياخد حقه، او مش قادر ياخد ايه يعني يجيب حق الضحايا دول. فهيخاطب مين؟ يخاطب اول حاجه داخليا النيابه او الجهات اللي هي بتحقق، وتاني حاجه رياضيا عشان النادي اللي اخطا ياخد حقه. فممكن في هذه الحاله يخاطب الاتحاد الدولي، لكن الاتحاد الدولي هيقول له ارجع للنادي بتاعك، ارجع للاتحاد بتاعك عشان يدي لك قرارك. واذا وهيطالب بسرعه تشكيل الاتحاد المصري لكره القدم مره اخرى عشان ياخدوا قرار. وممكن يقول لك وقتها بما ان الاتحاد المصري مثلا يقول لك ليك مثلا شهر عشان تعمل جمعيه عموميه وتختار النادي، تختار مجلس الاداره بتاعك عشان يقوموا بدورهم ويتاخدوا قرارات. ممكن الاتحاد الدولي ده اول خطوه اعتقد ان الاتحاد الدولي يقدر يعمله، يقول لازم تشكل مجلس اداره، لازم تعمل جمعيه عموميه عشان تنتخب الناس اللي هم هياخدوا قرار في هذا الوضع، في هذا الموضوع. لكن احنا في مصر في جهه اداريه اخرى اللي هي المجلس القومي للرياضه،
عشان كده بقول لك امور مختلطه عندنا في هذه الامور. لكن مثلا بالنسبه للاتحاد الدولي ما بيعترفش باي جهه حكوميه، مجلس قومي الرياضه ما فيش حاجه، هو له الاتحاد المنتخب من الجمعيه العموميه بس. عشان كده برضو قرار حل مجلس الاداره قرار خاطئ طبعا، استقالوا فيه من بعد عشان بس ما يبقاش ما يحصلش عشان ما يحصلش في مشاكل مع الاتحاد الدولي وايقافه وكده. لكن ما تقدرش، ما فيش حاجه اسمها اللي يقدر يقيل مجلس الاداره هو الجمعيه العموميه او الناس اللي هم انتخبوهم، لكن مش جهه. شهاده داري. اخيره منك يا دكتور، شهادتك في ملاعبنا تقول ايه؟ محتاجين كتير جدا عشان نقدر. ما تصرش لعدوى ولا حبيبي. لا 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 ابدا لا لا. وبعدين في زي ما بتحس في انفلات شويه، يعني غير الانفلات الامني في انفلات اخلاقي ارض، يعني الجمهور برضو محتاج توعيه. يعني قبل الاحداث الاخيره دي يعني الامن كان بيتعامل بشده مع الجمهور. يعني طبعا زي ما حضرتك حضرت في المباريات الاول، الامن برضو لازم نقول النقطه دي عشان نبقى فير برضو، ان الامن كان بيقدر يتحرك براحته مع الجمهور. يعني في كاس الامم الافريقيه او في بطولات قبل الثوره بتلاقي الامن شديد جدا مع الجمهور، حتى تلاقيهم على الاحصنه بعصيان، يعني الجمهور كان بيهاب الامن. لكن دلوقتي اللي بيحصل زي اللي حصل في بورسعيد، ان الامن مش قادر يفتح بقه، لان لو اتكلم وحاول يفتش اي حد من الداخلين دول مش بعيد كذا واحد يتلم حوالين ويضربوه. فده برضو وضع لازم ناخده في الاعتبار، لان في تسيب برضو او يعني في تغيير شويه بقى في طبيعه الناس. فبرضو لازم ناخد يعني في عدوانيه زياده، الامن خايف ياخد خطوه، انما الامن طول عمره بيتحكم ويقدر يعمل كنترول لاي مباراه اللي احنا عارفينهم. لكن اللي بيحصل دلوقتي انه بيخاف، لانه عارف مش عايز يعمل اي مشاكل تؤدي الى عداء تاني ما بين الامن والجمهور. فهي معضله صعبه. الجمهور محتاج توعيه والامن محتاج توعيه، لكن لازم نمسك العصايه من النص. فلغايه ما الامور تتحسن اعتقد ان الامن لازم يشد قبضته شويه على المباريات اكتر، خصوصا بعد اللي حصل ده. ينفع نرجع نلعب بالقواعد القديمه اللي كانت سايده؟ لا مش يعني السلوك والاوائق ينفع؟ هو حضرتك ولا هو لازم نعتبر ان اللي حصل ده بدايه ان احنا نبقى كويسين في المستقبل؟ طبعا هو محتاج قبل كل حاجه ان يبقى يعني الامن. هو اللي بيحصل دايما في المباريات بتاعتنا حتى في كاس الامم الافريقيه، يقولوا موضوع الامن ده سيبوه للامن، مالكش دعوه بيه. ما ان احنا كنا وقتها في مثلا كاس الامم الافريقيه جايبين كل الخرايط ومداخل الاستادات والناس تتفتش ازاي، الاوراق دي كلها لما نيجي بتقدمها للامن هو بيعتبر نفسه ان هو المسؤول اولا واخيرا. له طريقته او له اسلوبه. عشان كده انا ما بلومش قوي الاتحاد بتاع سمير زاهر، ان انا عارف الوضع ازاي. يعني ما كنا بنقابل مسؤولين الامن يقول لك لا ده الموضوع ده بتاعنا، مع ان الاتحاد الدولي يبقى ليه شروط معينه لدخول الناس والتفتيش وكذا بارير قبل ما تخش. هو ده الكود، هو ده الكود، هو الكود اللي بيطبقوه في كل حته في الدنيا. لازم يبقى في اعتراف من الامن ان في كود معين لازم يتطبق. مش حدش يشتغل ان هو الضباط واقفين احنا هنفتش ما تخافش، لا الكود ده في كل حته في العالم الدول المتقدمه. لو امن وافق على هذا الكود والناس اللي بتطلب التطبيق اصروا على تطبيق هذا، اعتقد الامور تمشي كويس. كمان انك هيبقى ليك سيستم معين في دخول النادي. الامن ده مهم جدا، واحنا للاسف ده بنستسهله جدا في مصر، بنعتبر ان الامن ده مسؤوليه الامن وكل شيء هيبقى تمام. شفنا النتيجه. مش هتفكر ترجع بقى؟ خسرناك والله خسرناك. نشوف يعني لو جت الفرصه ولقيت مجموعه كويسه في العمل ليه لا، لكن في الوضع الحالي طبعا صعب جدا. يعني ان لازم المجموعه كلها تبقى متوافقه مع بعض وعلى نفس مستوى التفكير انهم هيقدموا حاجه معينه ويصروا عليها، ممكن وقتها ليه لا، مفيش حاجه مستبعده ابدا. تليفونك هيرن كتير الفتره الجايه، الناس هتحاول انك انت انها تستضيفك يعني. بس انا سعيد لا لا انك معايا لاول مره. شكرا جدا. بشكرك شكرا جزيلا ودايما القاك على خير ان شاء الله. شكرا جدا استاذ خالد. بعد الفاصل الدكتور طارق الاضر وحديث عن فرق مصر وافريقيا. اهلا بك دكتور طارق في اول السطر. اهلا بك يا كابتن خالد، وعايز اقول لك بس في البدايه يعني الحقيقه كلمة تستحق الذكر يعني. نعم. أشكرك على استضافة هذا الرجل المحترم الدكتور فيكين. ما أنا عايز أقول لك على حاجة دكتور، أنا ما رضيتش أقول إحنا بنشتغل على أني مفاهيم، المفاهيم التفصيلية للبرنامج. أفكار الضيف وانتقاء الموضوع والفكرة، بكرة عندنا موضوع فكرته في غاية البساطة وشخصيته ما طلعتش في التلفزيون قبل كده، إنما إحنا ماسكين خيط حوالين أمر يتعلق بالضيف. إن يبقى معانا الدكتور فيكي النهاردة أنا بعتبره مكسب ليا.
ومكسب للناس اللي بتتفرج. بس انا هقول لك على حاجه شهاده حق. انا اتعاملت مع هذا الرجل حوالي 15 سنه في الاتحاد الافريقي. كيف كان رجل منظم جدا، يدير عمل بشكل نظامي جميل جدا. الاهم من كده بقى فاهم، اني سمعت كلمه هي دي اللي انا عايز اقولها امانه. قال لي اصل لما مشوا بكين فكوه بخمسه. شوف علم يعني، شوف علم وكفاءه وزعت على خمس اشخاص، خمس افراد والخمسه ما جوش الفكه دي حتى بالشخص ده. يعني يعني يعني, يعني يا ريت الخمسه قاموا بنفس الدور، لا اقل مما كان يقوم به هذا الرجل، لانه قعد في المكان لفتره طويله جدا، يمكن حوالي 15 صراحة 17 يعني. سنه، وكان ما يبقى في حاجه تستعصى علينا نلجا له. بالظبط، هو اللي بالزبط. عارف وعارف اللوائح بتقول علم إيه؟ وثقافه ومنظم وكل حاجه على وللاسف الراجل الكويس هو اللي خرج. للاسف الشديد بقى الراجل الكويس الكفاءه هو اللي مشي. الله يجازيهم الناس اللي كانوا ماسكين البلد. العمله الرديئه تطرد العمله الجيده في كل مجالات مصر. ده اللي بقى كويس فلت كل المجالات، اللي فلت دمه ده اللي يمسك حاجه يجيب جنبه اللي هم ايه اللي ما يفهموش حاجه، يقول لك ده اجيب واحد بيفهم لحسن ده يشيلني، لا اجيب اللي ما يفهمش. للاسف يعني احنا عندنا ايه، عندنا افريقيا الانديه، بس احنا كنا في جزء متعلق بامم افريقيا الحلقه اللي فاتت ما كملناهوش. مظبوط، نقول هو يمكن ده نقوله سريعا وبعدين نخش في عندنا شقين، عندنا اللي هو